من لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بارتفاع عدد المصابين في الشبكات مخيم عين الحلوى للاجئين إلى 20 شخصا. وكان المخيم قد شهد خروقات استمرت طوال الليل استخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة، حيث أفاد شهود عيان بانفجار قنبلة في المخيم قرب منطقة الطوارئ وما يسمى بالبريكسات، فيما صدرت أنباء عن وقوع عدد من الجرحى. وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة الدخان فوق المنطقة وسماع أصوات قذائف وتبادل إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية. تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا سارة شحادة. سارة، يعني كيف هي الأوضاع الآن في مخيم عين الحلوى؟ يعني امبارح بدأت الاشتباكات أو أمس بدأت الاشتباكات، ثم سمعنا عن هدوء نسبي، ثم عادت الاشتباكات مرة أخرى. لماذا تأجج الوضع؟ نعم أريج، بعد ليلة عنيفة في مخيم عين الحلوى من الاشتباكات المسلحة بين حركة فتح والمجموعات المسلحة على محور البراكسات التعمير والطوارئ، والتي أيضا امتدت إلى محور جديد، محور حطين وجبل الحليب، تخف الحدة، حدة الاشتباكات، وتعود لترتفع وتيرتها بين الحين والآخر. حاليا وفي هذه الأثناء تحديدا يسود هدوء حذر على محاور القتال، بعدما كانت تسمع أصوات القذائف الصاروخية منذ الصباح الباكر، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات الجرحى من بينهم أطفال ونساء، وأيضا مسعفون من الدفاع المدني الفلسطيني تم نقلهم إلى مستشفيات صيدا. طبعا المخيم شهد وما زال يشهد مزيد من النزوح من قبل الأهالي باتجاه مدينة صيدا، وأيضا وصل عدد من العائلات اللبنانية والفلسطينية إلى باحة بلدية صيدا. بطبيعة الحال الجيش اللبناني يتخذ إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المخيم وفي محيط مخيم عين الحلوى، وأيضا هيئة العمل الفلسطيني المشترك جددت دعوتها إلى طرفي القتال للالتزام بوقف إطلاق النار. هناك بعض الأخبار المتداولة عن أن أمين سر حركة فتح أبو العردات قال عبر أحدى المحطات التلفزيونية أن القرار اتخذ بالإجماع من أجل الدخول إلى منطقة الطوارئ وإزالة الإرهابيين من جذورهم وضبط الأمن، إلا أن هذا البيان تحديدا نفاه المكتب الإعلامي لحركة فتح، وقال أن لا صحة لهذه الأخبار. وأيضا إعلام حركة فتح أكد في بيان أنه مع استمرار إطلاق الرصاص والقذائف الذي بدأ منذ أمس من قبل المجموعات التكفيرية وما زال حتى اللحظة مستمر، أكد أن قوات الأمن الفلسطيني تعمل على الرد على مصادر النيران من أجل حماية الأهالي في مخيم عين الحلوى. طيب سارة، يعني كيف هي أو كيف هو الوضع في مدينة صيدا، وما هي مواقف نواب المدينة من كل ما يحصل؟ نعم، القذائف الصاروخية وصلت صباح اليوم إلى بعض أحياء مدينة صيدا، أيضا سقطت قذيفة في سراي صيدا الحكومي، أيضا قذيفة أخرى فوق مبنى في شارع دلاعة، وأيضا في محيط نادي الضباط، وأيضا في حرم جمعية رعاية اليتيم، وعند مدخل مخيم المية، أيضا طال الرصاص عدد من أحياء المدينة، وعناصر قوى الأمن الداخلي قامت بقطع بعض الطرقات الرئيسية منها أوتوستراد الزهراني وأيضا الحسب جنوبا، حفاظا على سلامة المارة، وتم تحويل السير إلى الطريق البحرية. طبعا نواب المدينة استنكروا ما حصل، النائب أسامة سعد قال أيضا أن الوضع لم يستقر بعد كما نريد في المخيم، ولازال هناك بعض الخروقات، والجميع مطلوب منه تنفيذ الاتفاق. أيضا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أجرى اتصالاته برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وضعه بأجواء الوضع في المخيم وفي المدينة مدينة صيدا، تمنى أيضا عليه أن يعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل الضغط لوقف الاشتباكات، وأن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا. نعم، مراسلتنا سارة شحادة كنت معنا من بيروت، شكرا لك على كل هذه المعلومات.